في كلام مسؤول اليوم في الشارع التونسي باش نحكيه على أهم التوصيات للسياقة في شهر رمضان اللي تتزامن زادة مع العطلة المدرسية. المرصد الوطني سلامة المرور دونك محضر توصيات بالنسبة للمواضيع هذه. معنا بالتليفون سي مراد الجويني. مرحبا سي مراد على إكسبريس أف أم. صباح الخيرات وسامة ليك وكافة الفريق العامل معك وكل مستمعي إكسبريس أف أم وشكرا على الاستضافة. يظهر لي وين فما تزامن مع عطلة المدرسية وين فما زادة دونك لهنا نحكيه على فترات في العام كما شهر رمضان فما التوصيات فما نصائح للسواق سورتو أنه قبل شقان الفطر وإلا مع تصبح بكري نعرفوا اللي فما خروج متاع الخدامة ولا الخروج متاع الناس اللي تقرأ فرد وقت المرور ويحم متاعهم زادة كيف كيف. طبعا أسامة هو في مواكبة زادة كذلك على مستوى المرصد الوطني لسلامة المرور لمعناها المراحل اللي قاعدين نمر بها من خلال عطلة الربيع واللي تتزامن مع شهر رمضان المعظم. المرصد الوطني لسلامة المرور كان نزل بلاغ منذ 3 أيام واللي هو معناها يحس فيه مستعملي طريق إلى أخذ عديد الأحصاءات اللي من ضمنها السياقة معناها المعتدلة احترام قوانين الطرقات والسير من خلال زاد كذلك التقيد بالسرعة المسموع بها المسموح بها واحترام مسافة الأمان هذا بطبيعة الحال إلى جنب ترك أولوية للمترجلين مع استعمال حزام الأمان بالنسبة للمقاعد الأمامية وكذلك الخلفية هذا فضلا على وضع الخوذة بالنسبة لسواق الدراجات وبالنسبة هذا كذلك يمكن الكثير من الحرص على المترجلين وخصوصا الأطفال مع عدم السماح لهم باللعب دون رقابة هذا بطبيعة الحال زاد إلى جانب عديد السلوكات اللي احنا قاعدين في الحقيقة نرصدوا فيها وقاعدين زاد كذلك في إطار معناها إعادة النصائح هذه وإعادة التذكير بها من ضمنها استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة وخصوصا عدم نقل الركاب على وسيلة غير معدة للغرض بطبيعة الحال زاد من ضمن النصائح هذه هو الامتناع عن المجاوزة الممنوعة وبطبيعة الحال زاد كيف أسامة وقت اللي احنا ان شاء الله معناها ندخلوا على مستوى شهر رمضان اللي هو غدوة ان شاء الله معناها يبدأ دونك فما زاد كذلك عديد السلوكيات اللي من ضمنها السياقة اللي فيها شوية تشنج بطبيعة الحال فما ريتم دوفي كله باش يتبدل لنا ما عادش عندك القهوة متاع الصباح ما عادش عندنا معناها اكل الفطور وكذا دونك باش نلقاو معناها شوية مونك على مستوى البدن باش نلقاو شوية تغيير على مستوى البنية الجسدية وهذا اللي ندعي له نحن من خلال زاد كذلك المرصد الوطني لسلامة المرور وطبعا زاد يمكن زاد خلال البلاغ اللي نزلته وزارة الداخلية في هذا الشأن واللي زاد كذلك اعتمدت فيه على عديد النصائح اللي من ضمنها معناها اللي ذكرناهم قبيلة واللي من ضمنهم زاد كذلك التقيد بالسياقة المثالية بطبيعة الحال زاد إن شاء الله معناها يكون تفاعل يكون إيجابي معناها من قبل المستعملي التاريخ وإحنا زاد في الحقيقة كهياكل دولة باش تكون هناك مرافقة لمستعملي التاريخ حول هذه المخالفات والتذكير بها من حين إلى آخر حتى نحاولوا من قبل هياكل الدولة ومكونات المجتمع المدني ترسيخ سلوك ينجم يكون إيجابي معناها من خلال زاد كيف الابتعاد على مثل هذه المخالفات وبالتالي نكون حافظنا على الأرواح والممتلكات. من أهم السلوكيات اللي تعودتوا بها تكون موجودة في شهر رمضان بالنسبة للسواق معناتها كان نعطيو أهم السلوكيات اللي موجودة ماذا بكم أنها تنقص شوية وكان فما تزاد الترتيب متاعها. هو رو من خلال الاحصائيات مناش باش نلقاو حاجه كثيره معناها على مستوى الاحصائيات العامه اللي هي نلقاوها على موقع ويب المرصد اللي هو onatr.net.net مي بعض السلوكيات اللي احنا قاعدين زاد كذلك نرصدوا فيها خصوصا في الساعات الاخيره من الصيام وقت اللي احنا نلقاو الكياس بليزوموا بدا يفرغ معناها من وسائل النقل طبعا معناها باش تكون هناك معناها تونتاسيون تاع اختراق الضوء الاحمر نتاع السير في اتجاه محجر معناها كل
ما من شأنه اللي باش يخلينا نوصلوا بكري لديارنا، وهذا في الحقيقه معناها ينجم يعتبر مجازفه من قبل مستعملي التاريخ. هذا اللي احنا قاعدين نحثوا عليه من ضمن زاد كذلك الحمل الاضافي خصوصا على مستوى الدراجات الناريه، واللي نعرفوا زاد كذلك الدراجه الناريه راهي هي ما تنجمش تدز اكثر من زوج ركاب ويكونوا زاد كذلك حاملين الخوذه. في بعض الاحيان الاخرى زاد كذلك هناك سلوكيات نتاع استعمال وسائل غير معدله للغرض في هذا الاطار. هذا معناها زاد يمكن يزيدوا نحطوا معناها الهياكل اللي هي مكونينها بالقانون معناها ولا مخولينها بالقانون باش هي تقوم بعمليه نقل على غرار وزاره النقل باش تزيد يمكن تكثف في بعض السفرات الاضافيه حتى نبعد على مثل هذه المخالفات اللي هي زاد كذلك في الحقيقه يمكن على مستوى الاحصائيات ما تخرجناش معناها كضحايا وكحوادث، ولكن في بعض السلوكيات الاخرى ماذا بينا استباقا نحن نعطيو بعض الملاحظات هذه ولا بعض النصائح هذه حتى ما نقعوش في المحظور. اسامه واضح الاحصائيات والارقام ترتفع في شهر رمضان والا لا؟ معناتها نحكيو على الاحصائيات تاع سنوات اللي فاتت اللي هي تنجم تكون ترتفع شويه من حيث الوقوع في الحوادث هي السياقه في حاله تعب، ونعرفوا معناها حتى البنيه الجسديه معناها خلال شهر رمضان تتسم في بعض الاحيان بالعامل نتاع السهره تباعا معناها حتى للبني يولي ما ياخذش الراحه اللازمه حتى معناها يكون من غدوه باش يلقى روحه معناها حاضر وقابل للقياده. في بعض الاحيان الاخرى زاد كذلك هناك المسافات الطويله اللي احنا زاد معناها من خلال عديد الاعمال اللي قاعدين نقوموا بها سوتو في لي لونغ ديستونس، دونك هذا هو واجبنا معناها من خلال الاعمال هذه وكذلك من خلال زاد كذلك النصائح هذه اللي استباقا تعطيوها المستعملين الطريق حتى معناها يقع العمل بها وحتى زاد كذلك نحفظ كما قلنا قبيله العديد من الارواح والممتلكات. واضح يا سيدي، بارك الله فيك، شكرا لك سي مراد الجويني عن المرسل الوطني سلامة المرور، نقول لكم طريق سلامة للجميع.